هذا سائل يقول: هل يجوز بيع المستلزمات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات المختلطة؟ وهل يكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟ نعم. هل يجوز بيع المستلزمات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات المختلطة؟ إذا علمت أنها جامعات مختلطة بين الرجال والنساء والذكور والإناث فلا تتعاون معهم ولا تتعامل معهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.